ورحمة الله وبركاته. احنا اليوم في معرض شركة جير اب للمرة الثانية. الجماعة دعوني بصراحة عاملين حاجة جدا حلوة ومجنونة، لانه شافوا قبل كده نتكلم على السيارة 6x6 الدفع السداسي وجربوها في الرملة. على كلام الشباب انه ابدعوا في هذه الحبة، الان ما هي للبيع، مجرد مشروع اختباري، وانها ما شاء الله عملت عمائل في الرملة في الصحراء جبار. اليوم احنا اجتمعنا معاهم بس عشان نشوف الاشياء الجديدة في السيارات والاسعار، لانه عاملين عرض على السيارات مخفضين، الاكسسوارات مخفضين السعر حوالي 20% تقريبا، فعاملين تخفيضات. طبعا تختلف من قطعة لقطعة، لكن خلينا نقول عاملين اشياء جديدة حلوة واسعار حلوة، فحبينا نشوف الجديد عندهم اليوم. هذه واحدة من العينات الدعاية لشركة جير اب. بدل ما يصير انه يتكلم ويعرض لك حاجة على الديكور قدامك او صورة، فحاطط لك شيء واقعي عايش حقيقي ملموس، تشوف كيف شكل السيارة وبتمشي في الطريق، يطلعوا فيها في بحرة في الصحراء، لو احد مغرز الحقوه اسحبوه، ويوروهم السيارة كيف قبل وبعد الاكسسوارات. فكرة تسويقية حلوة وجميلة، وحتى لون السيارة والتعديلات اللي عاملين عليها بصراحة فرقت في شكل السيارة بشكل عام وبشكل واضح تماما. يعني فورد F-150 معروضة للسيارة بسعر السيارة بكامل اكسسوارات موديل 2014، اظنها ماشية 300 كيلو او 400 كيلو بس حقت الاختبارات، تتأكد انه كل القطع شغالة وراكبة سليم، ومعروض بحوالي 150 الف ريال جاهز من كله. ما لقيتوا علم الجير اب اكثر من كده شويه؟ اجزاء عفوا اطول من كده شويه؟ ما في اطول، ها؟ كويس ولا كان حطيتوه اظن؟ طبعا هنا مركزين على حكايه الاف جي ولا الجيب الربع، انه في اكثر من اكسسوار واكثر من طريقه واكثر من ثيم او اكثر من ستايل لعمليه التعديل، فعشان كده يا جماعه زي ما تقول كل واحده شويه بشكل مختلف. عليها جلد، كراسي معموله جلد. حامل خلفي موضوع عشان تركب عليه شاشة أو تابلت آيباد، أي شيء حابب تركبه عليه تتفرج فيه، وفي نفس الوقت شاحن للشاشة أو للموبايل من هنا موجود، تمد السلك ويشحن الجوال حقك، ويعني إذا احتاج شاحن إضافي. كمان زوج ثاني في التعديل، كت كاملة مع الستارة. عندهم قطع إضافية جات ثانية كثير غير أول، فرصة انها تبان اكثر. طبعا الصدام هذا كمان كومباتبل، يشتغل مع الايرباج، ما يلغي الايرباج، متوافق معه، وجاي عليه موافقة من شركة تويوتا في اليابان على قطع اصلية مع الضمان مع التركيب. عجبتني السيارة اللي صورت لكم قبل كده، بس هذه معروضة للبيع، السيارة بالكامل بكل الاكسسوارات ماشية، والله ماني فاكر يا 400 كيلو فول اوبشن بالاكسسوارات بكل شيء ب 85 الف ريال. 16 عليها الجنوط، الشكمان خلفي، السبويلرات، الجناح، زر التشغيل الداخلي من جوا زي ما صورت لكم، هو يعني عليها سبويلرات كاملة، كل اللي في المنيو منزلينه على السيارة دي. اعتقد على 85 الف سعرها حلو السيارة بصراحة. عندها ما شاء الله حسب الاوزان حسب الاحتياج بالكذا طن. اللوناتش هنا الاسلاك الحديد، طبعا في ناس ترغب اسلاك حديد اهي،
انا افضل النوع الثاني وحشرح لكم ليش الان. التغريز في الرمله تنفع طلع الواحد عشان يطلع اذا ما تغرز السياره بالكامل تخليه يطلع تنفع برضو. وهنا الله يسلمك كنت بقول لكم الونشن الثاني طبعا يجي عندنا 9500 باوند رطل يعني حوالي 4250 4 طن وربع تقريبا يسحب في لغايه حوالي 5 طن ونص 6 طن تسحب حسب المطلوب. لكن هنا ايش في ميزه حلوه هذه مصنعه الصناعيه الالياف لا سمح الله اذا انقطع فبتستحمل الديورابيلتي حقت على مره واذا انقطع ما يصير له ارتداد عنيف اللي لا سمح الله زي ما شفنا بعض الفيديوهات انه ناس جم اتعوروا او طارت جنب راسه او القزاز انكسر. لا هذا اذا انقطع تطيح في مكانها اكثر من انها بدل ما انها تتشد ويرجع الارتداد بشكل عنيف على السياره او على الاشخاص اللي جنب السياره. طبعا عندهم مساعدات يايات سوست حتى التروس الجيرس الدفرنسات برضو عندهم كمان موجوده كاملة حسب الاحتياج وحسب الطلب. وعندهم الشاشة دي تركب على كل سيارات تويوتا بشكل عام يعني كل سيارات من الهايلوكس للكورولا السيكويا الاف جي كروزر البرادو الكامري باستثناء تقريبا ثلاث سيارات على اغلب الظن اللي هي الله يسلمكم الافالون والاوريون واللاند كروزر اما الباقي كله يركب عليه ما شاء الله باللمس و كل شيء يعني سريع ما شاء الله ردة فعله. الاضافات الجميلة جارمن الشاشة وهذه الشاشة ما شاء الله تشتغل يعني اذا تركبت السيارة حتى بتشتغل بتديك اشياء كثير بتراكب لك الطريق قدامك بتديك انذار اذا في سيارة قربت قدامك اذا خرجت من الخط حقك لين ديبارتشر اللي خرجت من مسارك تعرض الفيديو كمان معك تشتغل داش كام كاميرا امامية ففيها بصراحة مواصفات جدا حلوة تركب على السيارة يعني اللي معاه ما شاء الله ربنا ما يغنيه واشترى سيارة فيها كاميرا مواصفات والاجهزة الالكترونية والانذارات شيء ممتاز اللي ما عنده يقدر يركب الكاميرا دي وبتدي له كل اللي ناقص منه يعني حتى هنا شوفوا الكاميرا دي تصور لك الطريق قدامك عشان لو لا سمح الله صار حادث او شيء قدامك باين عندك كمستند او دليل انك ما كنت انت مخالف انه خطا مين بالضبط اللي صار وغلط مين. برضه للبر ما شاء الله يعني قدرة التبريد حقتها تشتغل على البطارية تشتغل على البطارية وعلى الكهرباء ممتاز كم تقريبا كم قوة البرودة حقتها؟ يعني لك ممكن توصلك لمرحلة التجميد للتجميد ها كويس لأنه شايف عمقها كويس حلو يعني عارف إنه واحد ممكن يشيل هذا يكبر المنطقة فإذا تقدر تجمد حيكون شيء ممتاز بطارية السيارة أو سلك كهرباء